مرحبا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وتضلوا بخير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، بدنا نشتغل مع بعض تفريز الملوخية. المو مشترك بقناتي بعد إذنكم اشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس وحطوا لايك وعملوا شير للصفحة. خلينا نبلش. أنا نزلت على السوق اليوم، جبت ملوخية هيك مغلفة مقطوفة وجاهزة ومغلفة بالكيس، بس مو كاتبين الوزن. ما بعرف، أنا اشتريت 10 كياس من هاي، ما بعرف قديه وزنها بالضبط يعني، وفضيتهم هون بالذات. بس هي على فكرة بالاسم يعني مقطوفة، شوفوا كلها عيدان كلياتها. وأنا الملوخية بالذات كتير كتير يعني بحاول إنه قطفها او نظفها كل حبه بحبتها، لانه عن جد انا كثير بخاف من الملوخيه، من نظافه الملوخيه. هلا هاي العيدان كلها لازم تنشال، شايفين كيف؟ هاي كلياتها انا بنظفها، عن جد انا بالملوخيه بالذات كل حبه بحبتها، ما بقدر، كثير بخاف من الملوخيه. من جد اذا مو كل حبه بحبتها هيك ما بقدر، مشان نظافه الملوخيه. ايه انا هلا ان شاء الله ما اطول عليكم الفيديو، نظفت كمية وغسلتها، وطبعا الملوخية بدها غسيل منيح، غسلتها مرتين ثلاثة، ومن بعد ما غسلتها حطيت شاشية وفردتها على الشاشية وشغلت المروحة. يعني بهالوقت وبالبرد بس شغلت المروحة، حطيتها بغرفة وشغلت المروحة لحتى نشفت هيك، يعني ما ضل فيها مي مثل ما شايفين، تقريبا المي كلها نشفت. من بعد ما نشفت تركتها شي ساعتين لنشفت، من بعد ما نشفت كمشتها. اليوم بدنا نفرز ملوخيه الناعمه وملوخيه الورق. عندي انا هي المفرمه الكل بيعرفها، حطيت الملوخيه بالصينيه كميه صغيره، يعني مو كلهم فرمتهم مثل ما شايفين، بفرم كمية صغيرة كل شوي بفرمهم لحال، فرمتهم بهالطريقة. على فكرة كتير سهلة وما بتعب، يعني هيك بهالطريقة فرمتهم، أبدا أبدا ما بتعب وحتى ما بتوجع الإيدين، كتير سهلة. أنا مشان ما أطول عليكم الفيديو حاولت أفرم شوي هيك بهالطريقة، شايفين كيف؟ هلا أنا بدي أحط أنا وياكم شوي تانية ونفرمهم مع بعض. هلا أنا باخذ الملوخية هيك بهالطريقة، بسم الله، بحاول أفرمها هيك بالسكين أول شيء. هي المفرمة ما شاء الله حامية ومنيحة، يعني بتنعم الملوخية مظبوط. هاي الملوخية الناعمة أكلت الفلسطينية وأكلت الأردنية وأكلت المصاروة، أكيد بتعرفوها، عن جد كثير طيبة. المصاروة بيعملوها ملوخية مع البط ولا مع الحمام؟ ملوخية بالحمام. بعد ما بفرمها ناعمة هيك شوي بالسكين برجع بعملها هيك، بحاول أفرمها بالمفرمة. على فكرة ما بتاخذ وقت أبداً، بس لازم مثل ما حكيت لكم انه تنشفوها بالمي مظبوط. انا شغلت المروحه بعد ما غسلتها وهيك بفرمهم، ما له صعبه، والملوخيه الناعمه كثير 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 طيبه. هيك ضلني بفرمهم لحتى ينعم. اليوم بدي فرز ملوخيه ورق وملوخيه ناعمه. هلا في بالسوق ملوخيه ورق يابسه، بس الخضرة غير، الخضرة عن جد طعمتها غير. حتى انا عندي طريقه كثير كثير ظريفه، بتضل الملوخيه سنه كامله بالفريزر
بيضل لونه اخضر، يعني بنحطها خضرة ما بيتغير لونه لو سنة كاملة. شايفين كيف بلشوا ينعموا؟ فكرة كتير سهلة وما بتاكل وقت والله ابدا. انا ما كترت هلا الكمية، حطيت كمية صغيرة مشان تشوفوا كيف، وانا بدي ارجع اعمل الكمية، كمل الكمية يعني، بس حبيت اشتغل معكم مشان ارجيكم النتيجة كيف. هلا انا بدي اعملها اليوم نوعين بس، ناعمة وورق هيك. اوقات انا كمان بعمل، بجيب الملوخية مثل ما حكيت لكم بنظفها وبنقيها وبغسلها مزبوط مزبوط وبنشرها، ما بنشرها بالشمس لانه الملوخية بتسود بالشمس، بنشرها بغرفة على الارض وبشغل المروحة وبحط شرشف تحتها وبخليها لتيبس مزبوط مزبوط، بعدين بعبيها بالاكياس وبخبيها، يعني بحطها بمنطقة ما لها رطبة. إذا هيك إذا حبيت ساويها ورق، إذا بدي ساويها ناعمة من بعد ما يبسها مثل ما حكيت لكم اغسلها وانشرها على شرشف، برد بفركها مثل النعناع، يعني كتير طيبة كمان بنفس الوقت، بس بتعرفوا إنه أنتوا غاسلينها ونظيفة. برد بفركها مثل النعناع اليابس، بتصير ما شاء الله طيبة طيبة كتير، وبتعرفوا إنه نظيفة. شايفين كيف كتير سهلة؟ هلا أنا هدول نعمتهم لسه بدهم شوي، بس لأرجيكم كيف الطريقة. أنا بفريزة، أنا مثل ما حكيت لكم لو بعد سنة، لو بعد سنة من طوله بضل لونه نفسه. هلا نعمتهم مزبوط، قلت لكم أنا مو كل الكمية، بحط شوي شوي، يعني مو كل الكمية بقعد بفركها، لا بحط شوي شوي. وهلا أنا بدي أعبيهم بالكيس، أنا ما عندي أكياس المونة تبع السحابات، عندي هدول بس كمان بيزبطوا هيك. أنا بحط كل طبخة بكيس وبختمه بالشمع، الكيس بلزقه بالكيس لأنه ما عندي كيس السحاب، هذا الكيس بختمه بالشمع نفس كيس السحاب بصير. عن جد الملوخية الناعمة كثير كثير طيبة. أنا أكيد منزلة قبل هلا طريقة طبخ الملوخية الناعمة، شوفوا كيف هيك، ما شاء الله عن جد منظرها بشهي. شايفين كيف؟ كثير سهلة ورتابة ونظافة. شايفين كيف؟ أنا لسه ما خلصت الكمية كلها. هلا أنا بخطب الكيس من هون بالشمع، من هون بالشمع، وبحطها بالفريزة سنة كاملة وسنتين بالضبط. ونفس الطريقة، نفس الطريقة باخذ هاي الملوخية الورق اللي غاسلتها أنا مزبوط وبنقيتها وتاركتها لتنشف، بنفس الطريقة كمان بحط كل طبخة بكيس. صدقوني سنة كاملة بتضل، ومن طولة من الفريزة منشان نطبخها بتضل لون خضرة خضرة خضرة. شايفين كيف ما شاء الله؟ هدول اللي أنا غسلتهم ونشفتهم، كمان بدي اختمه بالشمع وهيك
شايفين كيف؟ هيك ما شاء الله، هاي الملوخية الورا صارت جاهزة، وهي ملوخية الناعمة، شوفوا هالمنظر ما شاء الله. ونفس الطريقة مثل ما قلت لكم، في الطريقة الثانية اللي بغسلهم وبنشرهم على شرشف، بعدين بيبسهم بفركهم مثل النعناع. وهيك بيكون خلص الفيديو لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وحبيتوا طريقتي. عن جد جربوها، طريقة نظيفة ومرتبة، واقل شيء بتعرفوا تاكلوا اكلة نظيفة ومرتبة. اذا حبيتوا الفيديو اشتركوا بقناتي، حطوا لي لايك وفعلوا الجرس. انا بحبكم كثير، باي.